بوحك صح. تعال 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 ابي ابيك بسالفه. معاذ معاذ تعال دقيقه دقيقه. اوكي 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 تعال خلاص تعال خلاص بس تعال يا اخي بس صلح حالك. قسما بالله اذا اتيت بالبيت اتيت حمام والله. طيب وش قايل لك؟ انا ماسك اللي يسمعك يقول لي انا معذب معدتك ومعذب ما دقيقه. تعال والله ما اجيك تكلم. ما يمكن هذا تذاكر معك. ها ما يمكن تذاكر معك. تذاكر ايش؟ حقت بي 14 بي 15. كلام بصوره واضحه لو سمحت. اي معليش صوره واضحه. تذكر ذاك اليوم ها؟ بجيكم بجيكم. تذكر وين؟ تذكر وين؟ برجع ابدا العرض ولا لا؟ بجيكم والله بجيكم. النكبه تعال استريح 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 حباك على قولة ثاني مره حباك. عطني حقاتك ذي. عطني حقاتك ذي. خذيتها انت حتى بدون ما اعطيك اياها. ولا من بيني وبينه. سور بالصين. ابغى مشاعر. مش جياشه؟ إيه؟ انت تبي جياش ولا تبي مشاعر؟ ليتني مثل النخو. ليتني مثل النخو. اطلع في البرنامج كله. الموت ودك ايش ايش؟ يا مسافر بعدين حاب طير. يا مسافر عرفته؟ يا مسافر ما جناح الطير. روحي بها الليل مشتاقة. يلا اعطنيها. يا طير اعكسي بالطير. شاهي بن شاهي. يا اخي ذي نجد والله كان ودي انه تفوز. من هو؟ نجد اللي كنت زراعي. من نجد؟ البنت الصغيرة اللي سوت لا 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 بلايبات. يا حليلة الله يصلحهم الجميع ان شاء الله ما شاء الله. بس والله في ناس في واحد صوته حلو اللي ينشد عن الام. هو هذا خذ ثالث ثاني. لا هذا ما خذ شيء. هذا اللي ينشد عن الام والله صوته ما شاء الله. اللي يمه يا نبع الحنان. ها هذا صوته خطير. كلهم مراودين. وانت صوتك جامد يا اخي. مخرف والبسبوسه ليش يا اخي؟ ما يا اخي بارد يا اخي. انا ما ادري ايش فيني يا اخي. غالي كهرباء يا اخي. صدق والله يا اخي قسما بالله العظيم يا اخي. ليش ما اخاف انا يا اخي؟ ما تخوفني. خوفني يا اخي. ابغى كذا ابغى يوم نايم انا خفت انا تخضيت. لا هذه لعبتي هذه. انت نايم تخضيت هذه لعبتي. بس الحركه ذي انا مستغرب انه يعني ما خفت. ليه ما خفت؟ انتبه شو اسمه لا تتمنى نايم ترى. امس راقد قايم جنبي يولد جنبي مخلوق. وبعدين اقومك من النوم تروح تمشي تاخذ فرع المسجد وترجع تنام. متى؟ قبل امس. متى للاذان انا؟ اليوم الصلاة قبل أمس. أنا أخذت فرع المسجد ونمت. لا تقوم زي كذا وتمشي وبعدين ترجع. صح الشباب. صح يا أحمد. متى؟ قبل أنت في الظهر. إيه الصلاة علي. الأذان عليك. صح الشباب رحت جيت وعودت وخلاص صحيت متأكد من صحاب كلهم وبس أفرغ شفت المسجد مليان. بس هذه السالفة. يابا خلاص أنتهي شغلي. أهم شيء يصحون. ما شاء الله على هذه الروح اللطيفة. والله صدق يا أخي. يا أخي لا وبعد بعد من حجنا سالمين بعد بعضهم يقول ما صحيتنا. يجح مثل منصور جاهدني. مثل منصور. اسمعني. تفضل. قول. أنا أسمعك بكل أذن واعية. لحظة خلي يجي معاذ. طيب يصلح دورة. دورة؟ في ايش؟ كيف تفهمها وهي طائرة؟ تدخل مع إبراهيم ولا ما تدخل مع إبراهيم؟ ها؟ تدخل مع إبراهيم هذه؟ لا. خلاص عادي سوي. مب دورة. ايش شفت اي شيء في ابراهيم؟ انا اني صراحة ابراهيم هذا احس اني يعني ماني فيه بعد. طيب ممكن تقدرني شوي طبعا. وتحسسني اني لعبت عليك إيه يعني شوف انا بصلح شيء بذا وانت تسوي نفسك يعني انه اوه ضحكت علي زي حركات امس يعني يوم جابوا ارنب وحمام وغيروها. انا لو اعرف اصلح الحركات هذه تلقاني بكل زاويه هنا مسويها. يقلدوني ذاك اليوم قال بينه ويا صالح في المشعوذ فرخ الى ارنب ناسي. اسمع تفضل. من هو الارنب ذا؟ اي تصلح هناك. يقلدونا البارح بس انا ارنب كيوت وصوص كيوت. وبعدين تجيك ذاك اليوم انت مساعد الساحر. كيف صرت ساحر؟ ما ادري تحمست وعجبني الدور صراحه. معاذ كمان وليد. ايش عند احمد بطيان؟ وليد جايب حركات. انا محترمه شوي بعدين باخذها. عندي خبر. ليش عندي خبر؟ ليش؟ صدفه لقيت ورقه طاح منه كاتب فيها ملاحظات.
من ما في غير باك طيان باك طيان باك طيان محمود يلا يلا نبدا يلا انا بسوي نفسي ما لازم تشوف لازم تشوف تركي يلا يلا ركز ركز عليكم السلام تعال تعال بدون سكر بس هناك كان في غرفه العزل حق الشيبان ركز هذا الشيبان ركز صدق انا ركز مركز واو كيف شلون فن انت بكامل قواك العقلي لا تسألون منه